ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ سعيد جدا حقيقي بالناس اللي حضرت امبارح، الضيوف الكرام. وان شاء الله هيستمر المعرض لمده 10 ايام او 9 ايام، من يوم 11 اللي هو امبارح الافتتاح لحد يوم 19، يوميا من الساعه 11 ظهر لحد الساعه 9 مساء. في مجموعه لوح كده سيتي لايتس بورتريهات، كانت محل يعني اعجاب شديد جدا 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 من الناس اللي حضرت. في من ضمنهم لوحه لصديقي الفنان احمد رودريجز اللي مصور اللوحه، الفوتوغرافر الرائعه الفنانه منى يسري. انا عايز اوريها لحضراتكم، حقيقي اللوحه جميله جدا جدا جدا، وبسبب ان اللقطه جميله جدا. ده الفوتوغرافر صديقي احمد رودريجز اللي مصور الصوره اللي انا رسمتها الفنانه منى يسري من اسكندريه. حقيقي كان نفسي تشرفوني والله النهارده، تشرفوني في الافتتاح، بس يلا ان شاء الله في 10 ايام اتمنى ان انتوا يعني تحضروا لي. شكرا جزيلا.